الفصل السادس طبعا، خطوات اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك الأخير. أول خطوة التعرف على المشكلة، والحقيقة دي بتبدأ عندما يشعر الفرد أن هناك مشكلة أو حاجة معينة، وقد تنشط الحاجة لدى الفرد بمثير داخلي كمثلا الجوع، أو بمثير خارجي إنه أحد الأصدقاء قال له إن في سلعة معينة هتؤدي لك كذا وكذا وكذا وكذا. إذن قد تنشأ الحاجة أو تنشط، آسف مش تنشأ، قد تنشط الحاجة لدى الفرد بمثيرات داخلية أو مثيرات خارجية. هنا بقى مفروض رجل التسويق يبذل قصارى جهده لمعرفة وتحديد الظروف التي تستثير حاجات معينة لدى العملاء. المرحلة 2 بعد الاعتراف بالمشكلة، البحث عن المعلومات. والحقيقة هناك عدة مصادر للحصول على معلومات عن الحاجة التي يشعر بها العميل، في مصادر شخصية زي الأسرة والزملاء، في مصادر تجارية زي الإعلانات ورجال البيع، هناك مصادر عامة زي المنظمات الأهلية والحقوقية، وهناك أيضا مصادر تجريبية. ثلاثة، تقييم البدائل. والحقيقة هنا عندنا نموذج اسمه نموذج القيمة المتوقعة، ولو بصينا لهذا المثال بيقول لي إنه أحد الأفراد بيفكر يشتري جهاز لابتوب وعنده 4 بدائل ألف ب ج د، وهو الشخص مهتم بـ4 صفات، هي قدرة الذاكرة والقدرة على الرسومات البيانية وحجم ووزن الجهاز وأخيرا السعر، ويوضح الجدول ترتيب كل جهاز بالنسبة للصفات. زي ما واضح قدام حضرتك كده انه الاجهزة الف باء جيم دال، قوة او قدرة الذاكرة الجهاز الاولاني 10 من 10، الجهاز الثاني 8 من 10، الثالث 6 من 10، دال 4 من 10. بالنسبة للرسومات، جهاز الف 8 من 10، ب 9 من 10، جيم 8 من 10، دال 3 من 10، حجم والوزن 6 من 10، الف 8 من 10، ب 10 من 10، جيم 7 من 10، دال. بالنسبة للسعر، الف 4، ب 3، ج 5، د 8. نلاحظ هنا أنه لا يوجد بديل يتفوق على البدائل الأخرى، مما يصعب عملية الاختيار. فجاء لنا علم الإحصاء ووفر لنا ما يسمى بالأهمية النسبية أو الأوزان. فهنفترض أنه بندي أوزان قدرة الذاكرة 40%، الرسومات البيانية 30%، الحجم والوزن 20%، السعر 10%. هتلاقي إن الجهاز اللي واخد درجة أعلى هو المفضل. الخطوة رقم 4 اللي هي قرار الشراء. بعدما قام المستهلك أو العميل بالمفاضلة بين البدائل المختلفة، واتضح له أن هناك بديل أرجح من البدائل الأخرى، يقوم بعملية الشراء. وهنا الحقيقة في مجموعة من القرارات الفرعية، يحدد نوع الماركة أو العلامة، هل ألف أم باء أم جيم، يحدد نوع المتجر اللي هيشتري منه، مكان الشراء، يحدد الكمية، يحدد وقت الشراء، يحدد طريقة السداد، هل شراء نقدي أم بالأجل. بقى هنلاقي إيه؟ هنجد هنا أن هناك مجموعة عوامل بتتدخل بين النية الشراء وبين القرار الفعل للشراء، زي اتجاهات الآخرين، الأصدقاء، أفراد العائلة، العوامل الموقفية غير متوقعة زي الحالة الاقتصادية. حيث نجد أن تفضيل المستهلك لماركة معينة يمكن أن يزيد إذا كان الشخص المقرب منه يفضل نفس الماركة، والعكس صحيح، إنه التفضيل هينخفض إذا كان الشخص المقرب من الفرد لا يفضل نفس الماركة. إذا كان أحد الأشخاص الهامين للمستهلك يعتقد أنه يجب عليه أن يشتري السيارة منخفض الثمن،
فإن فرصة شراء المستهلك للسيارة مرتفعة الثمن تكون قليلة. أيضا هناك بعض العوامل المخوفية غير المتوقعة التي تغير من نية الشراء، زي فقدان المستهلك لوظيفته وبالتالي انخفاض مستوى دخله، أو امتناع البائع عن البيع، أو أن المنافس يقوم بتغيير أسعاره أو مستوى جودة منتجاته اتغيرت يعني، أو تقديم عروض بيعية أفضل وهكذا. ومن ثم فإن تفضيلات المستهلكين ونوايا شرائهم ليست متنبئات يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل بالنسبة لسلوك الشراء، أو بمعنى آخر قد لا تؤدي إلى قرار شراء فعلي. أيضا يتأثر قرار المستهلك بتعديل أو تأجيل أو تجنب قرار الشراء بدرجة المخاطرة المدركة، زي المخاطرة الوظيفية، كما لو كان أداء المنتج على غير ما يتوقع المستهلك. تأثر أيضا تأجيل قرار الشراء أو تعديله أو تجنبه بالمخاطر المادية، كما لو كان المنتج يمثل تهديدا لصحة المستهلك، أو المخاطر المالية إن قيمة المنتج الفعلية لا تساوي الثمن المدفوع فيه، أو المخاطر الاجتماعية إلى التأثيرات الضارة للمنتج على المجتمع. علشان كده يجب على رجال التسويق أن يبذلوا جهدهم لفهم العوامل المختلفة التي تثير الشعور بالمخاطرة في نفس المستهلك نتيجة اختياره لمنتج معين، ويعملون على تقديم المعلومات والدعم اللازم لتخفيض هذه المخاطرة. سلوك ما بعد الشراء، المرحلة الأخيرة. طبعا اللي بيحدد رضا المستهلك بعد شرائه للسلعة هو العلاقة بين توقعاته وبين الأداء الفعلي للمنتج. فإذا كان أداء المنتج أقل من توقعات العميل أو المستهلك، فيكون قد خاب أمله. وإذا لبى الأداء توقعات المستهلك، هيبقى في حالة رضا. وإذا تجاوز الأداء توقعات المستهلك، هيكون مبتهجا. عشان كده مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا إن هذه المشاعر تؤثر فيما إذا كان المستهلك سيعاود شراء نفس المنتج أم لا، وهل يتحدث إيجابيا أم سلبيا عن المنتج. لما يبقى المستهلك في حالة رضا، هيتحدث يعني بالخير وبالإجابة عن المنتج. وإذا كان في حالة عدم رضا، هينصح الآخرون بعدم شراء هذا المنتج. وبالتالي بقى رضا المستهلك أو عدم رضاه عن المنتج الذي قام بشرائه هيؤثر في سلوكه المستقبلي. فإذا كان المستهلك راضيا عن أداء السلع، فمن المحتمل بدرجة كبيرة أن يشتريها مرة ثانية، والعكس صحيح.